لازم نفهم إن التفتيش باب للشك، وده ملوش علاقة أبداً بالحب، لأن الشك باب من أبواب الخراب. وعلشان تنجح أي علاقة لازم تكون مبنية على الثقة في المقام الأول، ولازم يكون في حاجة اسمها المسافة الآمنة. والمسافة الآمنة دي مش مسافة بالمتر ولا بالكيلو، لا، دي مسافة خصوصية بين الطرفين في العلاقة. مهما كنا بنحب بعض، بنخاف على بعض، بننام جنب بعض على سرير واحد، حياتنا واحدة وهدفنا واحد، وعارفين بعض أكتر ما عارفين نفسنا، لكن لازم يكون في مسافة خصوصية لكل واحد يشم فيها نفسه، يختلي بروحه من غير ما حد يضايقه. ودي طبيعة البشر، ملهاش علاقة أبداً بحب أو جواز أو صداقة. الحب ممكن يتحول لربطة وخنقة لو استخدمنا القرب الأكتر من اللازم، بحيث إن ميبقاش فيه مجال لأي طرف إنه يتحرك سنتي واحد لوحده. بيعمل إيه وبياكل إيه وقاعد مع مين وبيكلم مين وقاعد لوحده ليه، وكل الأسئلة اللي الناس بتعتبر عدم الإجابة عن واحد فيهم، ده معناه إنه ما بيحبوش، وإنه أكيد بيعمل حاجة غلط، بيخون مثلا، أو ما بقاش يحب قعدته. لكنهم مش عارفين إن كل واحد لازم يكون عنده المساحة الكافية اللي تخليه يسمع صوت نفسه كويس. يا جماعة، لازم ندي مساحة لبعض نتصرف فيها لوحدنا. المسافة دي اللي بتخلينا نرجع نحب من تاني، بترجع لنا الشغف من تاني لو راح، بترجع لنا ثقتنا في نفسنا، بنعيد فيها حساباتنا ونسمع صوتنا علشان الضغط ما يولدش الانفجار. القرب عمره ما كان قرب بالجسد أبدا، ولا خانقة بالأسئلة كتير، ولا تفتيش ولا شك ولا كشف بقصة حياتنا ولازم نديه للطرف التاني كل يوم. القرب قرب قلوب، وأغلب العلاقات بتبوظ بسبب الخانقة الزيادة عن اللزوم. مفيش حتى مساحة من الوقت نديها اللي بنحبهم يكونوا فيها مش مع حد غير نفسهم وبس. صدقوني، كل واحد بيحس بإن حريته لسه فيها جزء يخصه، عمره ما بيزهق ولا بيمل. والحب أساس الحرية، مش قيد أبداً بيخنق ويزهق، ولا شكوك ولا مبررات. لازم نفسر كل خطوة بنعملها علشان ما يقولش إننا زهقنا من العلاقة ومش عايزين نكمل. اللي بيحب بجد مش عايز يسمع مبرر، عايز يشوف اللي معاه مبسوط. واللي دخل أوضته يلعب على الموبايل حبة ما بيخنش، واللي شرب قهوة في كافيه لوحده ما زهقش منك، واللي سرح شوية بخياله ومش مركز ما بيفكرش في حد تاني. هما بس عاشوا لو دقايق في الحتة اللي تخصهم، الحتة بتاعتهم، واللي مش ملك لحد أبدا. والحتة دي بقى هي سبب التوازن، سبب إننا نكمل. فلازم نسيبها وما نقربش منها ونحترمها وما نفسرش ليها ألف تفسير غلط. شكرا ليكم وإلى اللقاء.